والبحرية وفي سلاح المدفعية. عندك كم؟ الجيش ده كله في ثلاثة سلاح. انت لو ما عارف الكلام ده عارف. سلاح المدفعية رقم واحد، المدرعات اثنين، دفاع الجوي ثلاثة، اللي هو فيه سلاح الطيران وفيه المضاد ينفع، ده الجيش. سلاح المهندسين والمشاة ده كله بحراسة. عندك فيه كم مليون جندي أو كم ألف جندي؟ ده السؤال. كويس؟ والسؤال اللي إجابته عندك عشان ما تقول ناس الخرطوم يتسلح. ناس الخرطوم كان يتسلح دارين يمشوا وين؟ ما انتوا عندكم السلاح من زمان؟ تتسلح عشان تمشوا وين؟ أنا داري أعرف بس. دارين تحاربون، انتوا قتلتونا مع بعضنا، احنا تاني ما حنموت. دارين تحاربون، أنا داري أعرف. هل أنك انت هتجي من أمريكا عشان تحارب؟ ولا الناس الموجودة في السعودية هتجي تحارب لك؟ ولا الناس القاعدة في الكونديشن بتاعت القاعدين فوق في آخر بنوكة وفي الشركات الفايف ستار الموجودة في السودان دي، شركة السوداتيل وغيره، دير اللي بيمشوا بيشيلوا البندقية وبحاربوا لك؟ ما في اللي بحارب لكم؟ ما حارب احنا ثاني؟ ما في زول بكشوا من الحاج يوسف دي من ال 216 متر بتاعت اللي بيمشوا بحارب؟ ما في. وفي عمر عبد الرحمن مشى كتب لي في الخاص قال لي يا اخي ما تعمل فتنه في قصه السكن دي، انا ذاته قدمت خطه اسكانيه يا اخي وعدوني 200 متر بس. يا اخي وليه 200 متر عدوك؟ السودان فيه كم مليون ميل، ليه يدوك 200 متر؟ وانت ليه الشغل ده حرقك لشنو انت؟ ما احنا دارين نشوف الكلام ده، ما في ناس ماخذين 500 متر و 1000 متر، ليه ياخذوا 1000 متر؟ انت كتبت لي في الخاص لكن انا بجيبه لك هنا. انا شفت رسالتك يا هندلا، شفتها شفتها وانت مجيد، لكن رسالتك انا شفتها. كويس، قال لي يا اخي ما تعمل لنا بها اسم الكلام ده، الكلام ده ما في مشكله، انا ذاته قدمته وعدوني 200 متر بس. ادوك 200 متر كيف؟ وانا مالي ومالك؟ انا اهلي كلهم مادينه 216 متر. انت اهلك ساكنين في 1000 متر. ليه اهلك يسكنوا في 1000 متر؟ وانا اسكن في 216 متر. ودي عدالة هي بذات نفسها؟ دي ما عدالة. ده الكلام اللي احنا دايرينه. انا ما داير اطير في اللايف ده. لكن تحياتي لكم. صباح كم بيجي في العمر بقية حنعمل لايف. لايف قصير لكن بكرة الصباح المليونية. واي زول داير يسلم عمر البشير ده خليه يطلع في المليونية ده وقفلوا الشوارع. قفلوا الدنيا دي كلها. ساعدوكم مالكم والله يا اخي عمر البشير ما وديتوه. النادي ما سلمتهم احنا ما راجعين. كله بعد ذلك احنا بنطلع ونرفع رايات بتاع التدخل الدولي. نرفع طوال رايات للتدخل الدولي. الليله شفتوا الكيزان طلعوا. الكيزان برضه شفتهم طلعوا. والله لازم الناس تكون صادقه مع بعضها. السلام، السلام ده ما السلام احنا بنجيبه يا جماعه، ما حركات المسلح بتجيبه. في حركات مع احترامنا لهم، السلام احنا كمواطنين نطلع، احنا بنصنع السلام. احنا نطلع نطالب الحكومه دي ما بنرجع الا يسلموا الجنان للعداله الدوليه. يبقى ده مربط الفرس لجمهوريه السودان. والكلام ده داير مننا كلنا وقفه. واذا دايرين نفرش السلام من الداخل احسن من السلام من الخارج. وناس كتار جدا الان بيقولوا جوبا ما بتمثلوا، نسبه كثيره جدا في دارفور. والكلام ده احنا ما بنلبده. ما بنلبده. ناس كتار جدا الان بيقولوا جوبا دي ما بتمثلهم. نسبه 80% من المعسكرات الموجوده في دارفور بيقولوا جوبا ما بتمثلهم. وموضوع بذات نفسه نحن طالعين له مليونيات. مطالبتهم بشنو؟ اول حاجه تسليم الجنان للعداله الدوليه، بعد ذلك نجي نقعد. ونقعد معاهم هناك في المعسكرات. وده من حقهم بالمناسبه. ده حقهم. حقهم نمشي نقعد معهم في المعسكرات، نجي راجعين نمشي نقعد مع الناس الموجودين في جبال النوبه، نرجعوا يمشوا يغنوا مع ناس النيل الازرق، يرجعوا يمشوا يغنوا مع ناس الشرك. بعد ذلك نجي نشوف
السلام ده يتم كيف؟ لكن ده في البداية لازم نسلم الجنان للعدالة الدولية. تسليم الجنان ده مطلب شعبي بالمناسبة. بكرة صباح في مليونية انت ما ترقد تقول له والله يا اخي انا عبد الواحد ما عداني تعليمات انا ما بطلع. لا ما تقول كده. اطلع اجيب في الشارع قفل عشان تساعد عبد الواحد محمد نور. اطلع قفل الشوارع وطالب بتسليم الجنان فقط. مطلب اساسي تسليم الجنان للعداله الدوليه. خذ يافطتك دي كده ودق لها خيمه واول مالك ما بترجع. والله انا داير نازل للدوم ما عندي معكم شغله. انتم مش قاعدين في حكومتكم دار ما عندي معكم اي شغله. احنا دايرين الكلام ده كله سلموا لي النازل في الاهالي. وحسن لما نجي لتسليم النازل ابو رهب بيقول لك ده ما وقته. ما بيتكلموا لك في تسليم البشير كله كله. بيتكلموا لك انه لازم نشكل الحكومه ولازم نشكل الحكومه ولازم نشكل المجلس التشريعي. شوف مجلس تشريعي ده ما في وما في حكومة تشكل. اسمع الكلام ده كويس. اقسم بالله العظيم ترضى الحكومة دي تشكل بالطريقة دي؟ عليه الحلال يسوقون عبيد ليوم الدين. والله يسوقون عبيد ليوم الدين. واحنا تاني ما داري يبيعونا في سوق النخاسين ولا في سوق العبيدية. وقلنا دي تاني ما دارنا تتباع. وصلت درجة رهيبة جدا. ما بتتباع كله كله. لكن لسه في خونة قاعدين. مننا وفينا ذات اللي بيطلعوا بتوشحوا اولاد الحامش اللي بتوشحوا ها اللي بتوشحوا بشعار الحزب الامه وبيطلعوا في الشارع بيحتفوا. دي شنو دي؟ عليك الله ده جيل واعي. ده جيل واعي عليك دينك وعمارك. انا ما عارف ده جيل شنو ده؟ جيل بيتبع حزب الامه وفي الزمن ده كله احنا بننبح سنه كامله جيل يطلع نما شايل الرايه وعمل له صفحه في الفيسبوك ومن الحامش. انا ما عارف ده شنو يا زول. قلنا لكم ما دايرين احزاب سياسيه في السودان. ما دايرين احزاب سياسيه. قال الشمال باو حلايب ده ملف هنجي له بعدين. تحياتنا لكم. اسمه نصر الدين حميدتي موجود. الله ما بحميدتي ما له حميدتي عندكم ما وشم. اولاد الولايات الوسطى عنصريه ما عندهم وطنيين. يا ترى اولاد الولايات الوسطى دي اولاد ربك ولا اولاد كوستي؟ وريني قبل ما نختم اللايف كوستي فيها شنو عشان ما تقولوا انتم ما عندكم عنصريه كده. وريني اولاد كوستي دي عندكم شنو؟ هل في تنميه؟ هل في تعليم؟ هل في صحة؟ هل في طرق؟ هل في مو؟ يا أخي كلم كيف انت يا زول؟ انتوا المحمش المحمش ذاتكم عندكم شنو انتوا؟ تعال انا اشيل معاك حسيدة. تعال نشيل معاك من البوابة بتاع الجبل أولادي بس ما تمشي وعي بعيد. شيل معي من البوابة بتاع الجبل أولادي لحد شيخ الياقوت. شيل لحد القطينة ما تلعب. شيل من القطينة لحد قهوة اللبن شارع الحشابة. أطلع من قهوة اللبن دي أطلع ثاني ما تجيب كله كله لحد تقاطع الجزيرة أبا. أمشي لحد المدخل بتاع البوابة الرئيسية بتاع ربا. شيل لحد ما تجي الكوبري بتاع السلاية كده. وريني تعال وريني فيها شنو. شيل كده لحد ما تمشي الحديب. من الحديب أمشي لحد الجبلين. وريني عندك يا تنمية أنت. أنا جاي معك عشان ما تقعد تلعب. عندك شنو وريني بس هسي ده وريني كده. انت قال السودان احنا ما حافظينه ولا شنو؟ عندك يا تنمية انت في النيل الابيض. تعال طيب كويس ننزل معك. انزل من الكوبري ده من التفتيش. من التفتيش نشيل معك من التفتيش لحد السوق الشعبي ربك كوسي. عندكم شنو؟ عندكم شنو في كوسي؟ وريني عندكم شنو في كوسي؟ 20% الناس بتتناقض في جروب تاني. 20% لابناء دارفور. 20% ليه 20% ذاتها؟ ما في كلام زي ده. احنا ناخذ شفته في دارفور حقنا دي ناخذ 80% في جروب تاني قاعد يكتب. عندك شنو كده؟ نمسك من كوستي لحد مبابا.
وريني هات التنميه اقطع عليه تندلتي ليه تندلتي من التندلتي للروابه من الروابه السمح خلينا نمشي لحد الغويل عشان انا اوريك البلد دي كيف من السمح امشي لحد السدر جبل الدايف ذو دار اخش معك بالطريق ده بخش معك كده لحد بجبهه لحد ترودي وكروجي ورشط ولو دار اخش معك من السمح لحد الجبل بتاع الغويل جبل كردفان فجر من حي المطار ده امشي لحد الاشلاق اشلاق النقل اشلاق الكبير حي عمير حي المطار عندك شنو انت وريني نمشي معك السوق امشي حي البولدو امشي ربع الاول ربع الثاني في شنو امشي فلسطين امشي حي والدلياس امشي السريحه امشي حي البترول عندك شنو انت امشي حي الجامعه امشي كريمه جنوب كريمه شمال امشي طيبه طيبه جنوب طيبه شمال يا اخي عندك شنو امشي لاخو الطقه يا صاحبي ما طلب دار امشي معك الدلج راح الدلج شيل الشارع ده من الاويل لحد امشي الدبيبات من الدبيبات امشي لحد فرشايه من فرشايه امشي الشوشاه من الشوشاه امشي الفرشايه خش الدلج عندك شنو انت امشي لحد الدلج امشي قاع الحجر امشي الحله الجديده امشي المرافيد امشي التومات لحد الصومعه وريني هاتو التلميه تعال شيلها بهنا لحد التلاشي عندك شنو انت ما تلعب شيلها من الدلج دي من هاي التومات ده شيلها لحد كيكا جرو كيكا الخيل كيكا جرو كيكا تيميرو خش لحد كادوكلي عندك شنو وريني هاتو التلميه عندك انت تعال من كيكا جرو دي انزل بالطريق ده النص كده امشي لحد الدرونغاس امشي حلت محمد زين امشي الدرونغاس اطلع امشي مع دارة عندك شنو من معدارة امشي لحد كيلك امشي الخرسان من خرسان امشي كيلك من كيلك امشي الخرسان من خرسان امشي حجليد عندك شنو انت امشي حجليد امشي استاد امشي مانغا عندك شنو يا تو تنمي انت عندك ما نتكلم ساكت يا اخي داري مسوقها لك من وين انت السودان ده وريني كده نمسك لك من وين داري وين انا امسوق لك في منطقتين انت ممكن انا حامد ده توقفني منها كسلة القضارف وانت ماشي الحبشة كده العرضية دي انا ما مشيتها كله لكن وهي الدين وايمان الباقي ده كله مشيته برجلي ما تلعب لفيته كل كلها لفيته عشان ما تقعد تتكلم ساكت عندكم شنو في كوستي وريني عندك شنو عندكم شنو في ربك القطينة عندك فيها شنو هسك نزلنا بس في القطينة دي من المحطة بس وخلاص مشينا كده لحد البحر في شنو عندكم شنو أصلا في شنو غير المحلجة هناك ذاك في شنو كده وريني في القطينة دي في شنو قطينة دي في الثمانينات أنا كنت بجري شفت بقرب البحر بهناك بجي من جبل مندر من جبل كدايس بجي تربية الساعة 4 صباحا من مندر لحد ما بجي القضينا بقيل فيها وبرجع الساعة 11:30 ببلغ في الحجينة في اسم ده في مندر ما ظلم ما في أي حاجة ما تجي ولنا دقت ساقط سودان ده احنا حافظنه جد ما ساكت وهسي كدار انا امشي واقف جوا القياده دي كمان تعال سلني علاتك تعال نمشي القياده جوا تعال نمشي القياده العامه دي جوا تعال من البوابه بس من البوابه الرئيسيه البوابه القديمه دي تعال اول سريه النقل بعد سريه النقل السريه الامر الخاص الامن الايجابي المعتقلات الاولى الحيطه بتاعت المعتقلات الاولى دي بينها وبين الحيطه البغادي بعد الشجره دي المعتقلات بتاعت امن السودان بعد معتقلات الامن السودان في شنو في الشارع بتاع بيت الرئيس بعد شارع بيت الرئيس المعتقلات القديمه بتاع شعبة الاستخبارات حيه العمليات خليك من الابراج دي ما تتكلم ساكت لو ده نمشي معك لحد البيوت حسي البيوت الامنه بتاع كوبر اراح بيت نائب رئيس الجمهوريه عنده بابين
على مستوى جمهورية السودان عنده بابين فقط، عنده باب بيفتح جنوب وباب بيفتح شمال. الجنوب بيفتح على البحر والشمال بيفتح على بيت مع طوالي مع بيت وزير الدفاع. البيت الثاني لوزير الدفاع ناحية الغربية حيث القادة والأركان. البيت الثالث، البيت الثالث بتاع الاتصالات. انت كندار شفت احنا نرصها عليك كده بالبيت، اقسم بالله العظيم خرطوم ده حافظنا لك، شفت بالبيت كده بيوت الامنه بتاع جمهوريه السودان دي كلها حافظنا. ما تلعب، ما قلنا لك جيب حكومه، جيب دوله مدنيه عشان تشوف الحركه الاسلاميه دي احنا بنطلع لك كيف. نحن ديل اسهل مغفلين ديل، بس والله نطلع لك، اقسم بالله نطلع لك سرايا هنا والله لما نراسل كل شيء. ما تجي تقول لي انا من النيل الابيض ولا من النيل الاسمن ده، ما عندنا ديل الراكزين، انتكم شنو انتم في النيل الابيض؟ ده الكلام ما في مفعزاته. احلف الجزيره عبا ليوم الليله تقول لهم المهدي، والله تقول لهم الرسول ما يسألوا ولا في زول بيجيب خبرك. كن كتر بقول لك عليه أفضل الصلاة والسلام، من تقول له المعهد يقول لك سيدي جاب منه خبر أمك طاقيته قدر ده زي صبابت الزيت وكوكابه قاعد لحد هسي. رأيكم شنو انتو في الغارة الأول ولا لحد الجامع الكبير؟ جامع الكون بتعرفوا كويس صح؟ جامع الكون بتاع جزيرة أبا، ما جدودنا بس المهدي ده شقلهم بقفف الكبري الحسي انتوا ماشيين به والردمية دي ما جدودكم ردموها؟ خلاص دارين نفس العبودية دي دارينها لحد هسي انتوا؟ ما أنا قلت نتكلم ساكت عليك الله يا أخي، ما تقولوا تتكلموا ساكت كله وأنت له دايرة، شفت له دايرة من أسلايا لحد جريوة أرح، له دايرة من أسلايا لحد جريوة أرح، حجر حجر بدون اي مجامله، ولو دايره من ربك لحد ما لك من ربك تمشي حديب. ده كان شعبه الاستخبارات، كان المحطه بتاعت الجرارات الحربيه في الحديب بدري في الثمانينات والتسعينات. تاني ما في محطه للجرارات الا الحدود الحسي بقت بيننا وبين جنوب السودان، ما راي بتسقطني لها الناصر. طيب نفوتها بعدين نجي لها، تمشي كدوك، من كدوك تمشي كنيسة دول، من كنيسة دول تمشي واوشلو، من واو شروق تمشي ميركان شروق، لا تمشي كدوك، كدوك الير تمشي كدوك، بعد كدوك تمشي كنيسة الدول، من كنيسة الدول تمشي كدوك الير، من كدوك الير تمشي واو شروق، من واو شروق تمشي ميركان شروق تخش ميركان. دي انت كده خشيت على النيل. انت كده خشيت على النيل ورودار اشيله باق من على النيل لحد الناصر اراح، من ملكان دي لحد الناصر اراح، من ملكان امشي حي ديتم اخر حي في ملكان ديتم، من ديتم ده داني ما في حي الا قناه جنبله محل النهر الصوبات. نهر جوبا بيطلع كده ونهر التنجة بيطلع بيمشي تنجة ونهر الصوبات بيطلع الناصر. من هنا ما في تاني محطة إلا النجديار، من النجديار تاني لحد الناصر. سنة 92 أول جرارات مشت بتاعت منظمة بتاعت اليو إن، كان مشينا بها مع المنظمة دي عشان نمشي نشوفه الناس اللي كانوا محتلينهم، وكان الناصر في الزمن ذاك ساقط. وصلنا شفنا الاحتلال هناك كان حاصل فيه شنو، زمان كان عنيانيوان عنيانيوان. فنحن ما دارين نتكلم، ما في زول يكتب كلام كده مر
عشان تجي تدار تسوي بالأحزاب السياسية دي. احنا عارفين أحزاب السياسية دي سوى شنو، أبقوا طيبين يتماسكوا يتكاتفوا. لكن يا خالد أبو رهف كلام اللي انت ماشي بودا ما بودينا لقدام. نحن دارين نمشي لقدام، دارين نمشي لقدام، ما دارين نضرب زول، لكن دارين الناس تتكلم كلام صح. احنا هم نسيئك ولا مننبزك ولا عندنا حق انه نسيء انسان ولا نوع من الادبيات، لكن دارين دولة للشعب السوداني كله. ده الكلام اللي احنا دارين، ودارين سلام عادل وشامل. والسلام لو دارين انه نطلع مليونين بكرة، كلنا نطلع نقيف ونطالب. اسمك نصر الدين حميدتي مجرم ولا تخلف عن البشير. والله حميدتي مجرم. اسماعيل موسى، وإن شاء الله موسى ده أنا قريت لك صح، لأنه يا زين ما أقصى كده مجرم، لكن اسمه ما جاء في لاهاي، ما بيوصل 51. دارين نسلم 51 أول وخلي بعد ذاك يمشوا هناك ويقول والله معي حميدتي ومعي حامد ومعي صالح، عشان نقبض حامد وصالح نودوه هناك. ضد ما تسرى انت اصلا، ما تسرى، ما في زول احنا من جامله. حميدتي لو في ناس بيجاملوا يجاملوا ناس جبال النوب وناس دارفور، لو بيعفوه يعفوهم منك بعد ما يجيبوا السلام ويودي الناس دي هناك. لو دارين يعفوه خليه يعفوه، ابقوا طيبين، ده ما وقته. حسي خلاني اتوحد بيه وهو الشين ده، خلاني يجيبوا السلام بيه وهو الشين ده، خلاني يجيب السلام يسلم لنا المجارمة. بكرة المليونية الناس كلها تطلع، ما تقول لي قال والله أنا مني ما كلمني وناسنا ديل ما كلمونا، احنا حركة فلان شوف دارين سلام، احنا ما بنتبع لأي حركة، دارين نجيب سلام، سلام عادل وشامل. والمطلب عشان نيجي السلام لازم نسلم الجناح أولا، ده اسمه الفرش اللي بنفرش للضيوف، دي الشجرة اللي نقيل فيها، نود النازل ونجي نقعد وراءه بعد ما قوالب الطيارة تشيلهم توديهم والأخبار دي كلها تشتغل، نضمن أنه يصلوا صح عشان ما يكون ودهم كده والطيارة جات راجعة كل لك انفجرت والطيارة دي وقعت في النص. وده الكلام برضه ما بينفع. بعد ذلك نجي نشوف ناس الـ FBI والـ CIA بيجيبهم لحمدوك وما بيجيبهم لشهدان البطاعة دي، كيف دي بعدين نجي نشوفها. ما عسي حسي خلوها، خلوها تمشي عايروا عدوا عصر، لكن خلانا نتوحد ونتماسك ونتكاتف بيه حميدتينا. حسي المعامل للجماعة دي هلهلة، حميدتها للي فتح لهم هل صغير كده، أظن ما بجيب له مساحته، ما بتجيب له كيلو ذات، حاجة صغيرة كده، صغيرة يعني زي 500 متر مربع، متر مربع حاجة بالشكل، قول 2000 متر مربع. الليلة الناس كلها لابسة بامبرس، وي 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 وي، والسكر يرتفع. طيب نحن ناس دارفور نقول شو بيقتلوا فينا كل يوم، زمان ما قلنا لكم الشغل لحار، قلتوا احنا ارتقية وانتوا خوانا وانتوا عملاء وانتوا وانتوا وانتوا، وهسي كيف يا صاحبي؟ اها الشغل يا صاحبي جاء ليه هنا؟ ارخي جسمك سائل يا صاحبي، كان عندك سكري ارخي جسمك، جيب لك تمرة قرقشة. والله العظيم ما احنا بنموت سنين كلها نقول الجنجويد كترونا وحرقونا ويغتصبوا اهلنا وشردونا، تقولوا احنا ارزقيه جينا اوروبا، رايكم شنو انتوا ناس امريكا؟ كيف انت مشيت امريكا؟ كيف مشيت باللوتري صح؟ طيب رايك شنو الناس اللي جوا بالبحر الابيض المتوسط دي؟ ابقوا طيبين، لكن دايرين الناس تغير الملف اللي انتم ماشيين به والاعترافات حقتكم انه انتم حركتوا فلان وحركتوا فلان وحركتوا فلان لمصالح منو دي؟ دي ما بتحلك يا ابو رهف، ما بتحلك والله، حاجه شينه جد يعني، والله جد عليك. الله اسمع الكلام ده دقيقه واحده بس وانا بقفل، نسمع بس. كوزات أبايجي أبايجي كله كله،
الناس نامت في اللايف. أبيجي والله الشبكة تعبانة ما بفتح الصفحة كويس. طيب نشوف في الجروبات. لكم ما شيرنا في الجروبات لأنه ما قرأنا بشيروا عشان نجيب للناس حاجة سمع. ما لقيت والله تحياتنا لكم كثير يا اللهم لا شماتة لكن ما كلام بودينا قدام بس تحياتنا لكم كثير. فول تحياتي لك كثير يا كمرد يا تحياتي لك كثير وأنا طولت منك. أنا بكمل اللايف ده وبتصل عليك. تحياتي لك كثير يعني تحياتنا لأهلنا في جنوب السودان كلهم لك التحية إن شاء الله. أنا بتصل عليك بنفس التلفون اللي عامل منه اللايف ده.